اليوم إن شاء الله رح نحكي بموضوعنا الجديد اللي هو بيحكي عن الـ Inflammatory Bowel Disease بيختصر as IBD. مبينة عندكم السلايدز؟ تخبروني بس. دكتورة مبين. أوكي. هلأ الـ Inflammatory Bowel Disease IBD مختلف عن مرض تاني، يمكن خربطتوا بينهم أو فكرتوه هو نفسه، اللي هو الـ Inflammatory Bowel Syndrome، القولون العصبي. مرضين مختلفين تماماً. الـ IBS هو Functional Problem بالـ GIT، بينتج عنه أعراض معينة تتشابه نوعاً ما مع الـ Inflammatory Bowel Disease، while الـ Inflammatory Bowel Disease هو Inflammation and it is considered as Autoimmune Disease. الـ Exact Pathophysiology لحد هلأ unknown 100%، يعني بس معروف عندي ريسك فاكتور كورليشنز ما بين اشياء معينه مع هذا المرض، وهو يعتبر ايديوباثيك ديزيز. تمام، ايديوباثيك ديزيز بما معناه انه there is يعني unknown mechanism of pathophysiology. بدايه قبل ما نفوت بالتريتمنت، خلينا نشوف ايش تصنيفات الاي بي دي، او الاي بي دي can be presented in two forms either as ulcerative colitis أو Crohn's disease. تمام؟ فزي فيني أحكي إنه الـ IBD هو الـ disease الكبير، وتحتيه بيجي مرضين اللي هم الـ UC الـ ulcerative colitis والـ Crohn's disease. إحنا مين اللي رح نحكي عن الـ Crohn's disease management according to our case. طب بس لازم نفرق بينهم هيك تفريق بشكل سريع، إنه الـ ulcerative colitis إذا بدنا نشوف الـ definition لإلها، هي عبارة عن mucosal inflammatory condition confined to the rectum and colon. فمن التعريف عرفت معلومتين، وين الـ site of inflammation، هاي أول معلومة، والمعلومة الثانية الـ depth of inflammation، قديه هو عميق. الـ ulcerative colitis هو بس على الـ mucosal layer، يعني هو superficial in type، والمعلومة الثانية إنه هو بيكون موجود either بالrectum أو بيكون موجود بالكولون. While the Crohn's disease أصعب من الـ ulcerative colitis in term of depth، فهو عبارة عن transmural inflammation of the GIT، فهو deep inflammation، وكان affect any part of the GIT from the mouth to the anus. Mouth, esophagus, stomach, intestines, large intestines, small intestine, perianal area، وال intestines بنعرف انهم parts، فممكن انهم يعني ممكن يكون ال inflammation بأي part داخل ال intestine نفسها. اوكي، غير ال differences in term of site and depth، برضه ال ulcerative colitis مختلف عن ال Crohn's disease من ناحية ال continuity، بما معناه احنا حكينا انه ال ulcerative colitis في عنده two sites either ال rectum او ال colon. ف إذا كان في عندي inflammation بجزء واحد من الريكتم، فهو هذا السايت فقط اللي فيه inflammation اللي له علاقة بالinflammatory bowel disease. ما مش ممكن ألاقي أو احتمالية إنه ألاقي inflammation site تاني بتكون كتير ضعيفة أو مش موجودة. While Crohn's disease من طبيعته إنه هو discontinuous أو patchy in appearance. كيف يعني؟ يعني الانتستين نفسها ممكن ألاقي بالجزء الأول بالدودينم، بعدين بالترمينال إيليم، ممكن ألاقي inflammation باللارج انتستين، ممكن ألاقي inflammation بالإزوفاجس، ممكن ألاقي inflammation بالبريانال إيريا. ففي عندي احتمالية لوجود more than one site of inflammation بنفس الوقت، أوكي؟ أو بنفس المريض نفسه، فهو discontinuous and presentation. هلأ بالنسبة لوجود الكومبليكيشن، أي مرض كرونيك على الأغلب المرضى بيكونوا at risk of complications. إذا بدنا نحكي عن الـ inflammatory bowel disease، هاي الـ complications ممكن تكون GIT complication، يعني ممكن نتيجة الـ inflammatory cells أو الـ continuous inflammation. نتيجة الانفلاميشن ممكن انه يصير في عندي فشر بالجي اي تي ستراكشر، او ممكن يصير في عندي فيستولا بالجي اي تي
structure يعني ثقوب شقوق بال جي اي تي structures. ممكن يصير في عندي dilation بال جي اي تي structures، ممكن يصير في عندي obstruction بال جي اي تي system. اوكي، فهدول هم الكومبليكيشنز ذات از كوريليتد مع ال جي اي تي. هلا ممكن كون المرض برضه اوتو امين ديزيز، ممكن يصير في عندي extra intestinal complications. اشهر complication extra intestinal بصنفوها اللي هي arthritis، تمام؟ الارثرايتس اللارج جوينت بصير فيها انفلاميشن ما لها علاقه باللس اوف سينوفيال فلويد، يعني ما لها علاقه بالاوست ارثرايتس. هي هيك الاوتو اميون ديزيزز بيكونوا انترلكت مع بعض. ممكن كمان الكومبليكيشنز لها علاقه بالعين بالسكن، يعني في عندي مختلف البروبلمز اللي ممكن انها هي تنتج نتيجه وجود مرض زي الانفلاماتوري باول ديزيز. هلا اذا بدي اشوف اقارن بين الالسرتيف كولايتس والكرونز ديزيز، نسبه حدوث هدول الكومبليكيشنز بالكرونز ديزيز كثير اعلى من مرضى الالسرتيف كولايتس. هلا بالنسبه للكانسر ريسك، الكرونز ديزيز معرضين بيشنتس معرضين بنسبه كثير اكثر من غيرهم من البوبيليشنز للكانسر. طيب الـ exact pathophysiology للـ inflammatory bowel disease مش مفهومة ومعروفة 100%، أوكي، بس في عندي risk factors أو disease modifiers بسموهم، شافوا إنه في بينهم وما بين هذا المرض علاقة. يعني ممكن إنه مريضي بلش عنده المرض لأنه تعرض لـ risk factor معين، أو ممكن مريضي كان stable وفجأة صار في عنده deterioration in his or her condition، فبيكون في environmental factor أو practice معين عم بيعمله الشخص أدى للإكسسربيشن. من جملتي المفروض خطر في بالكم معناته مريضي هو صحيح chronic patient، بس ممكن with the proper management إنه يكون asymptomatic. أوكي، هلأ رح نشوف بالمانجمنت شو هم أهم disease modifiers اللي إلهم علاقة بشكل كتير كبير بالinflammatory bowel disease. أول واحد اللي هو psychological factor، تمام؟ تعرض البيشنت ل continuous stress، يكون anxious، depression، كل هدول الفاكتورز لهم علاقة بالfrequency of exacerbation. فمن أهم الكونسلينج تيبس إنه إحنا نحكي للشخص يبتعد عن هدول الأشياء اللي ممكن إنهم يأثروا على adherence للmedication وبالتالي frequent exacerbation. برضو الدايت شافوا إنه له علاقة بالكرونز ديزيز وبالإنفلاماتري باول ديزيز إن جنرال. الأشخاص اللي بيعتمدوا على الجنك فود، الأشخاص اللي بيستخدموا السكريات اللي هي لها هاي جلايسيميك إندكس معرضين بشكل أكثر من غيرهم لفريكوينت إكسسربيشن، على عكس شخص مثلاً عنده إنفلاماتري باول ديزيز بس أكله صحي، أكله غني بالفايبرز، تمام؟ برضو السموكينج يعتبر من risk factors that is correlated with exacerbation، فأكيد الشخص هذا لازم يوقف دخان. برضو استخدام الأنسيد شافوا إنه له علاقة بالديزيز إفلير، تمام؟ هذول هم أهم risk factors that is highly correlated with exacerbation of inflammatory bowel disease. هلأ في عندي another risk factors ممكن يكون لهم علاقة، زي مثلا ايش؟ الفيزيكال ان اكتيفيتي، زي الاوبيزيتي، زي السليب ديبريفيشن اللي ما بيناموا ساعات كفايه، كل هاي برضه ممكن تكون لها علاقه بالانفلاماتوري باول ديزيز. برضه استخدام المتكرر او البرولونج يوز للانتي بايوتيك برضه ممكن يكون لها علاقه، لانه في بعض الدراسات بتحكي انه disturbances of normal flora of the GIT ممكن هو يكون بدايه حدوث الانفلاميشن وبدايه حدوث الانفلاماتوري باول ديزيز. ففي عندنا برضه ريسك فاكتورز ثانيين غير هدول لسه مش كتير يعني عليهم well documented studies عشان نعملهم generalization، بس لازم يعني نحطهم في بالنا ممكن يكونوا برضو ريسك. وبالمجمل احنا لازم لما مريض يتشخص انه عنده Crohn's disease نعطيه patient counseling regarding the improvement in quality of life بشكل كامل، من diet، من lifestyle، من sleep pattern، من reducing the stress، استخدام الأدوية يكون with caution. طيب احنا عم نحكي عن Crohn's disease والكاركترستكس لهذا المرض،
و risk factors، بس لسه ما حكينا عن the clinical presentation. شو the clinical presentation أو شو هم symptoms اللي بيشكو منهم مرضى the Crohn's disease أو حتى the ulcerative colitis؟ إحنا mainly رح نحكي عن the Crohn's disease، والمرض Crohn's تسمى بهذه الطريقة نسبة للعالم اللي اكتشف هذا المرض. أوكي؟ يعني إذا بدكم تقارنوا ulcerative colitis مع Crohn's، إنه ulcerative colitis من اسمه هو indicative لأنه inflammation superficial وبيكون موجود بالكولون من colitis وركتم مثلا، بس Crohn's disease ما له علاقة الاسم بحيثية المرض وكيف بيكون المرض، فCrohn's disease هو نسبة للعالم. طيب هلأ السيمتومز زي ما أنتم شايفين موجودة عندكم بهذا التابل، زي fever، malaise، abdominal pain، frequent bowel movement، hematochezia اللي هي fresh blood in the stool، ممكن يكون عند مريضي weight loss، ممكن مريضي يكون عندهم fistula اللي هي حكينا عنها من شوي اللي هي intestinal complication، وممكن يكون عنده extra intestinal complication majorly بيكونوا على ممكن يكون عندهم arthritis. تسهيلاً عليكم خلينا شوي نسستم الأمور في مخنا إنه كيف ممكن أميز symptoms regarding the Crohn's disease. منقسمها لقسمين إذا بنطلع عليهم. القسم الأول اللي هم systemic symptoms that is found بأي inflammation موجود زي التعب، ملايز، الفتيج، الفيفر، هاي تعتبر برضو systemic symptoms، والweight loss. أوكي؟ يعني هو بالنهاية autoimmune disease inflammation هو يصنف من ضمن الأمراض اللي هو الكتابوليك diseases، يعني اللي بتدمر الخلايا. أوكي؟ كتابوليك disease، فبرضو الweight loss يعتبر من systemic symptoms. فأول خانة من symptoms أو أول نوع من symptoms بقدر أني أنا أصنف مرضى Crohn's disease بيشكو منها systemic symptoms such as الفتيج، الفيفر، and weight loss. الجزء الثاني من symptoms اللي هي GIT symptoms أو بيطلق عليها cardinal symptoms. شو هم cardinal symptoms أو GIT symptoms؟ abdominal pain والfrequent bowel movement. هدول أهم two factors أو أهم two symptoms خلينا نحكي اللي إلهم علاقة بالCrohn's disease directly مقارنة بغير symptoms ذكرناهم. هلأ هدول symptoms ما بيكون هيك عشوائيات انه بس بيشكي من abdominal pain. usually الabdominal pain بيكون associated with meal، فهو بيجي post brandially او بيزيد بالseverity post brandially. برضو frequent bowel movement بما معناه مريض بيكون عم بيشكي من دياريا، هاي الدياريا مش يوم او يومين عنده دياريا المريض بروح بتشخص انه عنده Crohn's disease، لا لازم يكون chronic diarrhea يعني أكثر من 14 يوم إذا بدنا نرجع للجايدلاين لتصنيف الأكيوت أو الكرونيك دياريا، ولازم تكون intermittent دياريا يعني مش بشكل يومي، مرتين ثلاثة أربع مرات بالأسبوع تيجي الدياريا، وهي الدياريا ممكن تكون مصاحب معها بليدنج. أوكي؟ ممكن يكون مصاحب معها بليدنج. طيب هذول السيمتومز شو مكانوا؟ وشو ما كانت الكاركترستيكس لإلهم met with the criteria للكلينيكال presentation of Crohn's disease، still they are not specific to diagnose مرض زي Crohn's disease، بده management بطريقة معينة، protocol بطريقة معينة زي ما رح نحكي هلأ. فلازم يكون في عندي diagnostic procedure أتأكد 100% إنه مريضي عنده Crohn's disease. فالـ criteria for diagnosis بتكون كالتالي. أول إشي الـ clinical presentation كتير بيساعدنا أو it will lead us لتفكيرنا بالـ Crohn's disease as a diagnosis of choice or not. فلازم الـ clinical presentation تتاخد بشكل مفصل، تكون أسئلتي موجهة بحيث أني أحصل على المعلومة اللي بتساعدني أنه ممكن يكون عنده Crohn's أو ممكن يكون عنده IBD بشكل عام أو لا، بيساعد أني أحصل على الهيستوري للمريض من أشياء استخدمها، أشياء استجدت عليه، ممكن يكون عنده الدياريا سببها as simple as infection، parasitic infection أو clostridium difficile infection، كونهم هدول أنواع الانفكشنز ممكن أنها دياريا duration أنها تطول تكون chronic in type. فكل هاي الأشياء لازم تتاخد بشكل مفصل عشان أوصل أو الفيزيشن يوصل للdifferential diagnosis بشكل صحيح.
بس عشان اعمل confirmation للدياجنوسيس 100% mainly بيعتمدوا على الاندوسكوبيك تيستينج. تمام، اندوسكوبيك تيستينج رح نذكر بالكيس شو هم التيرمز المهمين اللي بيكونوا جايين بالاندوسكوبيك داتا ريزلت وبيكونوا 100% يعني indicative للكرونز ديزيز. برضه ممكن انهم يعملوا لهم radiological studies such as CT والMRE. طيب معقول ما رح ناخد عينات دم؟ هلا عينات الدم مش عشان الconfirmation للdiagnosis، ما في عندي يعني فحص، هذا الفحص إذا أخذت عينة الدم وفحصته طلع positive أو negative بيعطيني إنه مريضي عنده Crohn's أو ما عنده Crohn's، ما عندي هذا الحكي. usually اللاب داتا أكيد بتنعمل بس عشان أشوف إذا مريضي متأذي من وجود الكرونز ديزيز، كون احنا عم نحكي عن ديزيز عم بصيب بالجي اي تي سيستم، فمصدر اساسي للنيوتريانتس والابزوربشن هدول النيوتريانتس. فيجولي هدول المرضى بيكون في عندهم انيميا، بيكون في عندهم ايرون ديفيشنسي، ممكن بيكون عندهم فيتامين بي 12 ديفيشنسي، بيكون عندهم ديفيشنسي بالفيتامين دي. ف يعني بيكون في عندي clinical findings that is correlated with the complication from the disease أو من نقص الـ nutrient، لأنهم ممكن يكون عندهم mal nutrition، ممكن يكون عندهم mal absorption. برضو هو disease inflammation، ففي عندي two acute phase reactant parameters ممكن أنهم يساعدوني بالdiagnosis مرقوا معنا من قبل، اللي هم erythrocyte sedimentation rate الـ ESR والCRP اللي هو C-reactive protein. هدول بيرتفعوا قلنا قبل بمرة بأي نوع من الانفلاميشن، حتى لو كان عندي common cold ممكن ألاقيهم مرتفعين، ممكن فهم indicative إنه الكونديشن اللي موجود عندي هو عبارة عن inflammation، بلس إنه ممكن يطلبوا عينة stool عشان نعمل exclusion لother cause of diarrhea such as parasitic infection الparasitic infection أو الكلستريديم ديفيسيل infection. برضو ممكن عينة الستول، هون مكتوب عندكم عينة الستول ممكن تتاخد عشان أفحص inflammatory marker معين اللي هو الكال بروتكتين، هاد بيكون مرتفع أو موجود لما يكون عندي inflammatory condition in the GIT. تمام، فهذا الفحص بينعمل أو بيتاخد عن طريق الستول. هيك عملنا هايلايت على الديزيز من ناحية ريسك فاكتورز، من ناحية سيمتوم وكلينيكال بريزنتيشن وابروتش تو دايجنوستس. طيب انا كيف بدي اعالج مريضي؟ علاج المرضى بتم عن طريق استخدام واحد من خمس five groups of medications، بس كيف انا اختار هدول الميديكيشنز بيعتمد بشكل كتير كبير على تحديدي للديزيز اكتيفيتي اوف ذا بيشنت. تمام، يعني بما معناه نشاط المرض، قد ايه الانفلاميشن مايلد، قد ايش مودريت، قد ايش سيفير. هلا زي ما شايفين بهذا التيبل عندنا مايلد تو مودريت كونديشن او مايلد تو مودريت ديزيز اكتيفيتي، مودريت سيفير ديزيز اكتيفيتي، سيفير تو فورمينن ديزيز اكتيفيتي. مبين من الاسماء كل ما نزلنا لتحت كل ما كان سيفيريتي اوف ذا كونديشن بيكون صعب. هلا the criteria to determine the disease activity ممكن اعتمد على the clinical feature of the patient، وممكن اني انا اعتمد على scoring system اللي هو Crohn's disease activity index CDAI Crohn's disease activity index. خلينا نشوف كيف ممكن يفرق معي the disease activity according to a clinical feature. هلا بالmild to moderate patients هدول patients بيكونوا ambulatory قادرين يمشوا ويتحركوا، يجوا اللي بيكونوا جايين على العيادات. هدول البيشنتس قادرين انهم ياكلوا بشكل طبيعي، ياكلوا ويشربوا بدون ما يصير في عندهم مشاكل كتير كبيره، يعني كل ما اكل شيء بيصير مثلا استفراغ عندهم. البيشنتس بيكون عندهم ويت لوس بس مش اكثر من 10% من وزنهم الاساسي. هدول برضو البيشنتس اكيد ما راح يكون عندهم كومبليكيشنز. تمام، فهدول المرضى عاديين ممكن يكونوا رايحين على الدكتور عشان يتشخصوا خلينا نحكي انفكشن معين، شاكين بكسر انترايتس فور اكزامبل وهكذا، بس ممكن يطلع عندهم كرونز ديزيز. هلا بالمودريت سيفير هذول البيشنت ممكن يكونوا اصلا بالمايلد تو مودريت كونديشن،
عم بياخذوا العلاج بس العلاج ما فاد معاهم، يعني they are unresponsive to treatment، او ممكن المرضى يتشخصوا moderate severe من البدايه لانه بيكون في عندهم complication such as weight loss اكثر من 10%، عندهم severe abdominal pain and tenderness، عندهم vomiting, obstruction and significant anemia، يجوا اللي الهيموجلوبين بيكون اقل من 10 عندهم. بالنسبة للسيفير تو فالمينانت، هدول المرضى بيكونوا مودريت سيفير كونديشن، المودريت سيفير دار ستريس، يعني عم بياخذوا العلاج بس العلاج ما عم بتجيب نتيجة، او ممكن يكونوا استفادوا بس فجأة بطل عندي ريسبونس على هاي التريتمنت، فوقتها بيتصنفوا انهم هم سيفير تو فالمينانت، او ممكن انه يكون المرض كثير مؤثر على بنيه جسمهم بحيث انه بنيه جسمهم بتكون كثير اصغر من اعمارهم، تمام، او ممكن يكون عندهم الكونديشن موصل لمرحله وجود الابسس، وجود جي اي تي ابسس، فبهاي الحاله بيكون الكونديشن عندي سيفير تو فالمينانت. فممكن انه احنا نصنف مريضنا بناء على الكلينيكال فيتشر بالطريقه اللي حكينا عنها. هلا بناء على السكورينج سيستم، البرنسبل اوف سكورينج سيستم كثير مرق علينا من ثيرابي 1 لحد هلا ثيرابي 2، يعني هون صرنا فاميليار مع الكونسبت للسكورينج سيستم. هي مجموعه من البارامترز وجودها او عدم وجودها بياخذ المريض عليها بوينت بارقام معينه. هلا اذا جمع مريضي ما بين 150 لل 220 بوينت وقتها بيكون مايلد تو مودريت كونديشن، اذا جمع ما بين 220 لل 450 بوينت بيكون مودريت سيفير، جمع اكثر من 450 بيكون سيفير تو فالمينانت. اوكي، فلازم تكونوا بتعرفوا الارقام، انا ما راح احكي لكم احسبوا لي الاندكس، لا راح يجي لكم الرقم جاهز. طيب انا لما بدي اعمل مانجمنت او اعمل تريتمنت بيكون هدفي منطقيا مريضي ان ابدومينال بين، مريضي ان كونتينيوس دياريا، انترميتنت دياريا، مريضي عنده ويت لوس، مريضي في عنده امبيرمنت في الكواليتي اوف لايف، اكيد بدي احاول احصل على كنترول اوفر ذا سيمبتوم اللي بيشكي منها المريض. طبعا كيف انا بحصل على الكنترول؟ عن طريق اني اعمل minimization للinflammation أو أعمل subsiding for the inflammation، بما معنى أعمل healing للGIT mucosa. طبعاً كون الكرونز ديزيز highly associated with complication، المفروض أني أعمل prevention للcomplication، إذا صار في عنده complication المفروض أن أعمل لها resolution. على الأغلب الGIT complication تحتاج للسيرجري. أوكي؟ هلا شو هم التريتمنت اللي ممكن اني انا استخدمهم كجروب يعني كايجنتس لعلاج مرضى الكرونز ديزيز؟ في عندي 5 جروبس. اول جروب اللي هي الامينو ساليسيلات زي السلفاسلازين، الميزالامين، اولسلازين مثلا بس مش مستخدم بالكرونز ديزيز، فهاي اول جروب اللي هي الامينو ساليسيلات. الجروب الثاني اللي هي الكورتيكوستيرويد، ايدر كنا عم نستخدم اورال روت في ادمنستريشن، بارنترال، سبوزاتوري، ريكتال، يعني ممكن برضه تستخدم الكورتيكوستيرويد وذ ديفرنت روت اوف ادمنستريشن. ممكن في بعض الحالات وببعض على حسب السايت اوف انفلاميشن ممكن يكون في عندي رول واضح للانتي مايكروبيال ايجنت such as الميترونيدازول اند السيبروفلوكسيسين. اوكي، الجروب الرابعة اللي هي الاميونوسابريسيف ايجنت such as الازاثيوبرين والميثوتريكسات و6 ميركابتو ابيورين. الجروب الخامسة اللي هي البيولوجيكال ايجنت مثل الانتي تي ان اف الفا such as الانفليكسيماب، الاداليموماب، عندنا مثلا الناتاليزوماب، ففي عندنا مجموعة من البيولوجيكال ايجنت موجودين ممكن انه يساعدوني بالتريتمنت لبيشنتس عندهم كرونز ديزيز. هلا هذا الفيجر هو ملخص كل المانجمنت للكرونز ديزيز، وهو هذا فقط اللي مطلوب منكم، تمام؟ هلا اذا بنطلع من الجهه الشمال الفيجر بينقرا على حسب الديزيز سيفيريتي، مايلد تو مودريت، مودريت سيفير، سيفير تو فالمينانت، تمام؟ هلا بالمايلد تو مودريت
مريضي امبلاتوري ما عنده كومبليكيشنز، السيمتومز بتكون مايلد والى اخره. هذول البيشنت لازم اعرف وين السايت اوف انفلاميشن، يعني غير اني انا اعرف ديزيز اكتيفيتي. هلا في عندي نيكست ستيب، بس بحاله المايلد تو مودريت كونديشنز اني اعرف وين مكان الانفلاميشن. ليش؟ لانه السايت اوف انفلاميشن يعني the drug of choice according to site of inflammation رح يكون مختلف، لأنه the efficacy of those medications بيختلفوا على حسب السايتس. أكتر سايت بيكون فيه الانفلاميشن بمرضى الكرونز ديزيز اللي هو السمول باول أو الإيليا terminal إيليا. يجوالي بيكون the drug of choice هو البودازانايد 9 ميليغرام Q24 hours. فالبودازانايد هو عبارة عن إيش؟ مين بيعرف البودازانايد من أي جروب؟ من أي جروب من هدول؟ أمينو ساليسيليت، كورتيكوستيرويد، أنتي مايكروبيال، أمينو سابريسيف أيجنت، بيولوجيكال. مين بيعرف؟ طب على مين كانت الكيس؟ دكتورة كورتيكوستيرويد. yes كورتيكوستيرويد excellent. yeah البودازانايد هو عبارة عن كورتيكوستيرويد، بس يعني it undergo extensive first pass metabolism hepatic metabolism، فالسيستميك exposure للبودازانايد بيكون كتير قليل. فالدرج of choice بي السمول باول انفلاميشن هو البودازانايد. هلا بحاله الكولونيك انفولفمنت يعني باللارج انتستين انفولفمنت، الدرج اوف تشويس هو السلفاسلازين، الجرعه بتكون من 3 الى 6 جرام بير داي. اذا كان عندي برانال انفلاميشن انفولفمنت وقتها بيكون بستخدم الامينو ساليسيليت اللي هم السلفاسلازين او الاورال ميزالامين. ممكن مرات نستخدم الانتي مايكروبيال ايجنت such as المترونيدازول، بس في guidelines discourage استخدام الانتي مايكروبيال ايجنت، وفي guidelines لا، يعني ممكن بيعطوني flexibility اكثر انه ممكن استخدم المترونيدازول، بس هم يجوا المترونيدازول يستخدم بحالات الانفكشن والبيري انال انفلاميشن highly associated with infection، والانفلاميشن بيكون بالبيري انال اريا من اصعب الانفلاميشنز وهايلي اسوشيتد وذ بور بروجنوسيس، يعني بتكون وضع المرضى هدول اصلا كثير صعب من البدايه. هلا بالنسبه للمودريت تو سيفير، هدول البيشنتس بيكونوا اوريدي يعني مايلد تو مودريت او من البدايه تشخصوا بوجود الكومبليكيشنز، فانا بدي شيء يكون يعني له رابيد اونست اوف اكشن ريلاتيفلي، لانه الادويه هدول ان جنرال الامينو ساليسيليت ممكن تاخذ لي شهر شهرين لحد ما يعطيني البنفيت اللي انا بدور عليها او الافيكاسي اللي انا بدور عليها. فهون صار وقت استخدام الاورال كورتيكوستيرويد، لازم استخدم لهم اياهم اللي هو البريدنيزون بجرعه عاليه نوعا ما اللي من 40 ل 60 ملغ بير داي. بس اكيد زي ما بنعرف انه الكورتيكوستيرويد they are not recommended to be used طول حياه المريض، ف once انه احنا خلصنا الديوريشن المناسب لاستخدام الكورتيكوستيرويد، البيشنت بلش يتجاوب معي وحصلنا على البنفت اللي بدور عليها، المفروض اني اعمل تيبرينج اوف للبريدنيزون كونه هو كورتيكوستيرويد عشان ما يصير في عندي سبريشن. طيب المريض هاد المودريت سيفير داي ستريس، الريسك للريلابس او فريكوينت ريلابس بيكون كتير عالي، فلازم أبدل الكورتيكوستيرويد بدواء تاني عشان أحافظ على استجابة مريضي للعلاج. فالكورتيكوستيرويد أكيد ما رح يمشي عليها على طول، لأنها ما إلها بنفت أصلاً إنه يضل مريضي ما عنده السيمتومز على طول بسايد السايد إفكت الكتير عالي، فوقتها بعطيهم الإميونوسابريسيف إيجنت لحالهم أو بينعطالهم بيولوجيكال إيجنت تمام، أو بيتاخدوا إن كومبينيشن. اوكي فالبريدنيزون ممنوع ياخده المريض طول عمره، فالمفروض انه بعد فتره معينه يتوقف البريدنيزون شوي شوي على حسب الاستجابه. هلا يوجوالي بياخذوا مثلا 40 ملغ
من البريدنيزون المفروض خلال أسبوع نلاقي البنفت. بعد الأسبوع منبلش شوي شوي ننزل الجرعة، تمام؟ شوي شوي يعني مننزل 5 مللي جرام كل مرة لحد ما يفضى جسمه من الكورتيكوستيرويد اللي هو يجوا اللي بيحتاج شهرين على الأغلب، تمام؟ على حسب الـ increment of reducing البريدنيزون. طيب أنا مريضي يعني وضعه شوي صعب، لازم أعطيه medication يحافظ على الريسبونس تبعي، فبيكون دور الاميونوسبريسيف ايجنتس والبيولوجيكال ايجنتس. هلا السيفير تو فالمينانت هدول وضعهم يعني انا ممكن اسميه ليت ستيج ديزيز، وضعهم بيكون كثير صعب، ما بيقدروا ياكلوا ابدا، كل شيء بيكون عن طريق البارنترال روت. يوجوالي الدراج اوف تشويس رح بيكون الهايدروكورتيزون 100 ملي جرام IV every 6 to 8 hours. Duration of treatment لازم ما تتجاوز الخمسة لسبع أيام. هلا إذا خمسة لسبع أيام ما في عندي أي response، usually مريض بيكون عنده strong indication for surgery. بس قبل ما أفكر بالسيرجري لازم نفكر باستخدام الانفليكسيماب as an option to treat the patients. إذا ما كان feasible إني أن أستخدم الانفليكسيماب بهذا المريض، وقتها بيكون دور السيرجري موجود. اوكي، مين بيعرف شو هي الكونترا انديكيشنز لاستخدام الانفليكسيماب؟ انفليكسيماب بيزيد عند ريسك اوف كانسر، بيزيد عندي risk of heart failure والexacerbation للheart failure، وبرضه بيزيد عندي risk of infection. كل البيولوجيكال ايجنت بيزيدوا عندي risk of infection، فالأشخاص اللي دائما عندهم recurrent infection المفروض انهم ما يكون عندهم ما يكون an option ان استخدم الانفليكسيمان او البيولوجيكال ايجنت in general. ومن اهم الكونسلينج تيب لاي شخص ياخذ بيولوجيكال انه نحكي له يبتعد عن الاماكن المزدحمه عشان ما يلقط اي فيروس اي بكتيريا. طيب هلا لهون انتم مطالبين او مطلوب منكم لللاب تعرفوا لي ترتيب الادويه وين، بالاضافه للكيس اللي هلا راح نحلها بتفاصيلها، تمام؟ هلا باقي السلايدز بيحكي مثلا اول جزء من السلايدات المتبقيه اللي بتحكي لي عن الميديكيشنز، موجوده عشان تساعدكم بحل الكيس، تمام؟ بجرعاتها وبكل تفاصيلها. من سلايد 18 اللي هو حكي اللي انا حكيت لكم اياه، اللي هي استخدام كيف انا بقدر استخدم الادويه بناء على الديزيز اكتيفيتي، مايلد تو مودريت تو مودريت سيفير والمينتيننس ثيرابي، تمام؟ فبارت الادويه وتفاصيل الادويه مش مطالبين فيه. اخر شيء بالنسبه للمونيتورينج، من اهم النقاط اللي لازم نحكيها لمرضى الكرونز ديزيز انه ما تتوقع بيوم وليله يصير في عندك ريزوليوشن للسيمتوم. هاي نقطه كثير مهمه عشان ما يفوت بديبريشن ويكون ستريسفول انه هذا المريض وضعه كثير صعب وما عم بيستفيد، لانه باحسن الظروف بدايه الكلينيكال امبروفمنت بتبلش خلال اسبوعين، وممكن بعض الناس يبلشوا يتحسنوا خلال 4 اسابيع، والكمبليت افكاسي ممكن احتاج ل 16 اسبوع. فالعلاج بده صبر، والديزيز بده فهم كثير واضح كثير كبير من المريض عشان يلتزم باللايف ستايل موديفيكيشن اللي احنا بدنا نحكيها لمريضنا، ويكون حذر بالاكل بالادويه اللي ممكن انه هو كان متعود اوريدي انه يستخدمها وهلا بطل انه هو قادر، من اشهرها اللي هي النون ستيرويد الانتي انفلاماتوري دراجز. خليني اكون معي شوي سكت. اوكي، في اي سؤال؟ نبلش بالكيس. قول يس اور نو. لا دكتورة ما في دكتورة، تمام، ما في داعي نبلش بالكيس.
لا ما في إيش سؤال ما في دعمل بمزح معكم. طيب يلا خلينا نشوف مريضنا إيش ماله، قد ايه عمره، شو السيمتومز اللي ظهرت عنده، وشو الديزيز اكتيفيتي تبعته. هلا المفروض انتم تشاركوا معي لانه اوريدي شرحنا الماده. يعني هلا عندي مريض اسمه جون، ايج 32 يير اولد، ميل بيشنت. احكي لكم الهيستوري تبعته. هو اجى على البرايمري هيلث كير بروفايدر، لما حكى معه حوله على مين؟ على جاسترو انترولوجيست، لانه بين معه انه الكونديشن تبعه مش بسيط، بده مانجمنت عن طريق اخصائي. فلما فات على الجاسترو انترولوجيست شو حكى له؟ I'm having occasional diarrhea sometimes with blood. I occasionally have mild abdominal pain. I feel run down lately and have lost a few pounds. هلا بالنسبه للدياريا، duration of his diarrhea تقريبا 3 months، وهاي الدياريا كانت intermittent اللي هي بنفس المعنى occasional. He stated that he has been having 1 to 2 loose bowel movement a day over this time. This is different from his typical bowel pattern. Different from his typical bowel pattern. كتير مهم لما مريض يجيكم حتى على الكوميونتي فارماسي يجي يحكي لك أنا، أو يحكي لكم أنا عندي constipation أو أنا عندي diarrhea. ما تركنوا على جملته constipation أو diarrhea إمساك أو إسهال، لا، لازم تسألوا عن النورمال روتين تبعه، عن النورمال باول موفمنت، لأنه it varies between individuals، مش كل الناس عندهم the same باول movement. فإذا كان في اختلاف فوقتها بيكون في عنده عن جد either constipation أو diarrhea. فهذه نقطة كتير مهمة إنه ينسأل عنها المريض. Over the past 4 weeks he has also noticed blood in some of his stools. The episodes of diarrhea are infrequently accompanied by brief periods of mild abdominal pain. These symptoms have caused problems with his job. لأنه هو بيشتغل as medical rep, sales representative for a pharmaceutical company, and spends a lot of time driving to appointments. He reports a 5-pound unintentional weight loss over this reputed to not wanting to make his abdominal pain worse. طبعا هاي ردة فعل طبيعية، يعني واحد بيتأذى بس ياكل بصير بتوجع بده يخفف أكل، فخفف أكل، فهذا تخفيف الأكل نتج عنه loss in weight تقريبا 5 pounds. He has tried OTC naproxen for the abdominal pain and Pepto-Bismol for the diarrhea. Pepto-Bismol اللي هو بزموث سبسليسليه. Both of which provided little relief. He doesn't recall any exposure to sick contact. He reports no recent international travel. وصار في referral للgastroenterologist. طيب كتير مهم أسأل مريضي هل هو كان exposed to sick contact أو سافر؟ مهم؟ يعني شو المغزى من هاي الجملة؟ إنه ممكن تغير عليه مثلاً طبيعة الأكل أو إشي؟ ممكن، أو ممكن هو لقط infection، يعني sick contact إنه حدا مريض فنقل له العدوى فبالتالي صار عنده دياريا، أخذ مثلاً كلوستريديم ديفيسيل. وإحنا نعرف إنه الكلوستريديم ديفيسيل يعني هي spores وكتير صعب الكورس of دياريا معها، ويجري بتكون chronic. وانترناشنال ترافل، في ناس بس يسافروا في أماكن معينة يعني مثل أفريقيا بيصير في عندهم ترافيلر دياريا. ترافيلر دياريا نوع من الدياريا بيسموها ترافيلر دياريا. فبرضه it's good انهم سألوا عن هاي التفاصيل عشان يعملوا exclusion للكوز اوف كرونيك دياريا اللي موجودة عند مريضي. طيب هل الكلينيكال presentation عند هذا المريض typical مع الكرونز ديزيز؟ في عنده الكاردينال سيمتوم تبعون الكرونز ديزيز؟ يس اور نو؟ عنده صح؟
لأنه عنده هي قال شو بيجي هم؟ بلد وعنده ابدومينال بين صح ونقصان عنده، كبير بوزنه. صح عنده الكاردينال سيمتومز اللي هي الكرونيك دياريا صار له 3 شهور، وانترميتنت، هاي من الاشياء المميزه، انترميتنت كرونيك دياريا، وبرضه الابدومينال بين هاي تعتبر من الكاردينال سيمتومز، بلس انه هو صار له يعني هم 3 شهور مع دياريا، من شهر تقريبا صار في عنده بلاد ان ذا ستول اللي هو اللي هي الهيماتوشيزيا، بلس انه عنده صار ويت لوس، فهو عنده التيبيكال برزنتيشن لمرض الكرونز ديزيز. نكمل نشوف شو في عنده امراض. هو يونغ مان، شوف شو في عنده امراض. مريض عنده جرد، عنده صار معه سينوسايتس من 8 شهور واخذ انتيبايوتيك. مريض عنده سيزونال الرجيك رينايتس. مريض عنده اكسرسايز انديوست برونكو كونستراكشن. ومريضي عنده الاي سي ال اللي هو الرباط الصليبي، كان فيه مشكلة وعمل له ريبير تقريبا من سنتين. اوكي هلا الفاميلي هيستوري للمريض، his father with DM, mother with hypertension، عنده older sister with Crohn's disease. إذا بدنا نشوف السوشيال هيستوري، هي السنجل وزي ما حكينا هو سيل ريبريزنتيف، بيشرب كحول اوكيجينالي وسموكس 1/2 باك بير داي، تقريبا صار له 10 سنوات. هلا المديكيشنز المفروض نلاقي أدوية بتعالج لي الجلد والسيزونال الرجيك رينايتس والاكسرسايز انديوست برونكو كونستريكشنز. نشوف شو عم بياخد أدوية. عم بياخد لاراتيدين 10 ملي جرام اورالي وانس دايلي اللي هو انتي هيستامين. عم بياخد فلاتيكازون 2 سبرايز نيزل سبرايز ايتش نوسترال بي ار ان. عم بياخد نابروكسن صوديوم 220 ملي جرام بي ار ان للابدومينال بين، هو حكى لنا يعني من شهر. وعم بياخد البيوترول ميتر دوز انهيلر بي ار ان براير تو اكسرسايز، لانه عنده اكسرسايز انديوست برونكو كونستريكشنز. نطلع على أدوية مريضي. عم بياخد أنتي هيستامين وكورتيكوستيرويد والبيترول اللي هو بيتا 2 أجونست. في عندي ميسنج دراج بناء على الميديكال هيستوري للمريض. في عندي دواء ناقص. أو السؤال بطريقة ثانية، اللاراتيدين لايش يستخدم؟ للاليرجي. يس للاليرجي مظبوط، سكند جنريشن انتي هيستامين. الفلاتيكازون نيزل سبراي. غير هي غير هي للإكسرسايز included bronchoconstriction contraction نيزل سبراي. هل الإكسرسايز induced bronchoconstriction نستخدم له الروت في administration نيزل؟ لا 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 دكتورة. أوكي استخدم الألبيتيرولول للإكسرسايز انديوس برونكو كونستركشن. صح مظبوط. إيه طيب لإيش الفلوتيكازون عم بياخده؟ السينوسايتس. لا السينوسايتس هي أكيوت انفكشن، آخر مرة صابته من 8 شهور. الألرجيك كرينايتس ما بتتعالج بكورتيكوستيرويد؟ بلا تعالج، ممكن هي تتعالج مظبوط ممكن. يعني انا بسالكم اسئله اشوف انه كيف ممكن، او اوجهكم كيف تنتبهوا على اشياء بسيطه ممكن تساعدكم بمعرفه مريضكم ايش ادويته يعني او لايش عم بيستخدمها. يعني مثلا هون الفلوتيكازون كل الشعب مثلا جاوبتني انها للاكسرسايز اندوس برونكو كونستريكشن، بس هو الروت اوف ادمنستريشن يعني الواحد بس ينتبه له ممكن يخليني اعرف شو الانديكيشن اوف يوز، فلازم ننتبه على الدوزج ريجيمين كامله.
اوكي عشان نقدر نحدد لايش هو عم بيستخدم. هلا هو مش موضوعنا allergic rhinitis، بس هيك نفسر شوي التريتمنت. هلا seasonal allergic rhinitis usually بيكون المرضى بيشكوا من رينوريا، تمام، وعلى الاغلب اكثر من انه عندهم nasal congestion. فعشان احل مشكله الرينوريا اللوريتيدين بيحل لي هاي المشكله. الفلاتيكازون على الاغلب لما الواحد بده ينصرف له فلاتيكازون بيكون عنده نيزل كونجستشن لانه هو الموست بوتنت، او ممكن يكون مريضي ماشي على اللوريتيدين بس ما في بنفيت او افيكاسي اوفر الرينوريا فبيعطوهم الفلاتيكازون. تمام، هاي هيك اوفر فيو جدا سريعه عن سيزونال الرجيك رينايتس. فالسيزونال الرجيك رينايتس للحساسية، حساسية الربيع، حساسية الخريف، بيكون عندهم دائما هدول الأشخاص رينوريا، على عكس الناس اللي عندهم persistent أو chronic allergic rhinitis بيكون عندهم الكونجستشن أكتر من الرينوريا. لو ننتبه على الفلوتيكازون way of use، عم بياخدوا PRN، هاي الطريقة بأخذ الفلوتيكازون مش صح. يعني لما بدي أخذ كورتيكوستيرويد لازم أخده scheduled. Once إنه وصلنا مرحلة stabilization over the allergic rhinitis ممكن إني أنا أخذه PRN. تمام؟ هلا الالبيترول للإكسرسايز induced bronchoconstrictions، مزبوط. هلا إذا بدنا نطلع على الألرجي، our patient عنده سلفا دراج ألرجي وبس أخذ الهيدروكودون بصير عنده جي آي تي أبسيت. إذا بدنا نشوف review of system، هي الكيس معمول شير قدامكم؟ أنا ما سألتكم هذا السؤال. هلا مريضي عنده هارت بيرن 1 to 2 times a week ورينوريا 1 to 2 times a week، تمام، وما عنده لا كف ولا shortness of breath ولا headache ولا changes in mental status ولا joint pain ولا joints ولا rash ولا أي شيء تاني ولا mouth sore. هلا الهارت بيرن شو سببها؟ انه هو اوريدي ما عم بياخذ ولا علاج الجرد، فهو untreated regarding الجرد ومتوقع يكون عنده symptom اللي هي الهارت بيرن. هلا الرينوريا موجوده مع انه هو عم بياخذ الكورتيكوستيرويد مع اللاريتيدين، بس هو عم بياخذ الفلوتيكازون بي ار ان، فعشان هيك الليفل اوف كنترول اوفر الرينوريا بيكون قليل او ما في عندي كنترول منيح على الرينوريا، ففي عندي مشكلة بالدوزج ريجيمن. تمام، هلا ما في كف ولا هيدك ولا mental state changes ولا joint pain أو knee pain ولا joints ولا rash، اللي هي هون يعني عن الcomplication mail اللي بتعطينا معلومات، يعني arthritis usually هدول الpatients بيكون دائما عندهم mouth sore داخلي كمان، joints ممكن hepatic toxicity أو إيش زي هيك ما عنده. هلا بالنسبة لل physical examination in general our patients will develop Caucasian man إنه apparent distress. إذا بنطلع على ال vital signs، the blood pressure 139/89، the pulse 85، the respiratory rate 17، the temperature 37.9، الويت 215 باوند تقريبا 97 كيلوغرام، طوله متر و 75 سنتيمتر اللي هي 5 feet 9 inches. اوكي، فمبين انه هو اوبيز 97 وزنه وطوله متر و 75، ففي عندي اوبيزيتي. هلا بالسيستمز لما نشوفهم بالفيزيكال اكزامينيشن بدنا نشوف هل في عنده ابدومينال ماس او ابدومينال تندرنس، لأن هدول they are linked مع complications زي ما حكينا. هل مريضي عنده complications على other systems، عنده splenomegaly for example، هاي برضو من complications اللي لها علاقة بالIBD. إذا منطلع من السكن للهيد والآي والإير والنوز واللمف نود واللونج والكارديوفاسكولار كلهم normal، والأبدومين ما في عندي tenderness ولا distant ولا mass، وعنده ما عنده هيباتوسبلينوميجالي وعنده بوزيتيف باول ساوند، اصلا هو عنده دياريا. اذا بنشوف الجينيتال اريا والريكتم اريا بنلاقي انه في عندي
him in the stool. اللي هو اصلا قادر انه يشوف المريض بعينه. تمام؟ حكى لنا انه في عندي blood in the stool. على بالنسبه للاكستريميتي ما في عنده اي مشاكل ولا للنيورال سيستم. كل الاشياء نورمال بالنسبه للفيزيكال اكزامينيشن ما عدا the presence of blood in the stool اللي اصلا بشوفها المريض with his eye. قبل حد هلا احنا ما عملنا diagnosis. هاي اللاب داتا طلعوا لي عليها هيك سريعا شوفوا واحكوا لي شو هي الابنورماليتي اللي موجوده عندي لهذا المريض او شو هم الابنورمال فاليوز وليش. انا ايه انا ولا حد يتبرع يحكي دكتور البوتاسيوم قليل yes والهيموغلوبين كمان قليل. اوكي مزبوط. ليش البوتاسيوم قليل برايكم؟ لانه عنده دياري. مزبوط لانه عنده دياريا. وبنعرف انه من الكلينيكال بايوكيمستري كورس انه one of the source of potassium loss اللي هي GIT. GIT track تعتبر واحدة من البوتاسيوم loss source. اوكي طيب الهيموغلوبين 12 والهيماتوكريت 37 هو ميل وسموكر كمان. الهيموغلوبين بالميل لازم يكون فوق 13.5 والهيماتوكريت فوق 45% فهو في عنده انيميا دائما. بس نشوف الهيموغلوبين نازل انا نعرف شو ممكن يكون سبب الانيمي الانيميا عند المريض. فبنطلع على الانذر باراميتر اللي هي ايش الام سي في تعطيني الحجم تبع الار بي سي قد ايه هل هي صغيره كبيره او نورمال. بنلاقي الام سي في عند المريض هذا نورمال بنلاقيها نورمال فهو عنده نورموسيتك انيميا. ويوزوالي الامراض اللي هي كرونيك ان تايب او انفلاماتوري ديزيز بيكون عندهم هدول الاشخاص انيميا وبنسميها انيميا اوف كرونيك ديزيز. اذا بتتذكروا بثيرابي 1 لما اخذنا عن الكدني واخذنا عن الكانسر حكينا انه في عندنا نوع من الانيميا اسمها انيميا اوف كرونيك ديزيز. طيب ايش كمان في عندي؟ عندي الوايت بلاد سيل قليله ولا مرتفعه؟ شو برايكم؟ عندي انفلاميشن هل رح بتكون الوايت بلاد سيل قليله؟ مرتفعة دكتورة. مرتفعة شوي. هي لازم تكون من 4 إلى 10. هو عنده 12.7 شوي مرتفعة. يعني في عندي slight increase بالوايت بلاد سيل وطبعا هذا الشيء يعني طبيعي اني الاقيه بمريض عنده inflammation. اذا بدنا نشوف الليفر parameters من enzymes او من بيلروبين او البومين بيعطيني indication عن function of the liver رح نلاقيهم كلهم normal. CRP والESR C-reactive protein والESR الإريثروسايت sedimentation rate هدول حكينا بنلاقيهم مرتفعين بأي inflammation صح؟ CRP بيكون أقل من 10 مفروض يكون والESR أقل من 20. مريضي البوث parameters أو البوث acute phase reactant they are elevated. إذا بدنا نشوف اللايبيز لايبيز بقيس للبنكرياس فانكشن برضو عنده يا نورمال. أخذوا له عين تستول برضو وفحصوا له for the presence of parasite the ovoparasite لقوها نيجاتيف وبرضو للكلاستريديم ديفيسيل توكسن برضو لقوها نيجاتيف. برجع بكرر إنه فحوصات الستول لهدول الأشياء to exclude the cause of دياريا. ممكن مريض يكون كرونز ديزيز وبنفس الوقت عنده هدول الباراميترز اللي الباراسيتيك انفكشن كلستريديم ديفيسيل توكسين بوزيتيف بيكون وقتها كرونز ذات از اكسسربيتد باي الانفكشن. اوكي فبنعالج الانفكشن بنعالج كرونز بنفس الوقت. وقلنا مرات ممكن انفلاماتوري مارك برضو من الستول يعني عينت الستول
بنقدر نحصل على أكثر من معلومة منها source of diarrhea إذا كان موجود وبرضو الإنفلاماتوري ماركر. يجولي الكالبروتكتم بينطلب إذا بنكون شاكين إنه هو يعني مش عارفين هو IBS ولا IBD. إذا كان الكالبروتكتم بوزيتيف معناته IBD على الأغلب مش IBS مش قولون عصبي، لأنه القولون العصبي مش مشكلته inflammation، ما فيه inflammation من القولون العصبي، هو change بالfunction of the GIT. طيب لحد هلأ ما شخصنا، ما عملنا confirmation للdiagnosis، فشو لازم ينعمل؟ نعمل له colonoscopy. colonoscopy endoscopic test هو زي ما حكينا ال التول اوف دايجنوسيس. قلت لكم بيكونوا في عندنا تيرمز مميزين بنكتب لما يكون مريض عنده كرونز. كتبوا لي عنده باتشي كابل ستون باترن اوف انفلاميشن. باتشي شو يعني باتشي؟ نفسها نفس تيرم ديسكونتينوس، واحنا حكينا بالانترودكشن انه الكرونز ديزيز بيكون ديسكونتينوس انفلاميشن. فباتشي كابل ستون كابلستون باترن اوف انفلاميشن، حاولت يعني اجيب لكم صوره عشان يعني تتقرب الصوره اصلا لكم اكثر. هذا هو الكابلستون باترن اوف انفلاميشن بهاي الطريقه. تمام، من كتر ما الانفلاميشن بيكون ديب ومن كتر ما الانفلاميشن يعني بيكون اكستندد بصير في عندي ديفلوبمنت زي يعني تقريبا شيء بيشبه الستون، خلايا فوق بعضها بتعمل عندي تجمعات. فلما يكون الأبيرنس بهاي الطريقة هاي بنسميها إيش؟ كابل ستون pattern of inflammation. هذا هو الكابل ستون pattern of inflammation، تراكم الخلايا فوق بعضها، فهو تيرم مخصص للكرونز ديزيز. برضو لما أخذوا عينة وفحصوها لقوا إنه في عندي leukocyte infiltration، وهذا شيء طبعا normal finding لشخص عنده inflammation. The final assessment لمريضي 32-year-old man presenting with a new onset active Crohn's disease involving the terminal ileum requiring treatment. وين يعني مكان الانفلاميشن عنده؟ بهاي المنطقة. Okay, terminal ileum يعني بالسمول باول. اوكي انتبهوا انه حكوا لي active Crohn's disease، active Crohn's disease بما معناه انه ممكن مريض Crohn's disease يكون حاليا عنده symptoms فمنسميه active، وممكن مريض Crohn's disease ما يكون عنده symptoms بيكون فايت بمرحلة بنسميها remission. وهذا الهدف اللي احنا بدنا نوصل له لما بدنا نعالج مريض عنده Crohn's disease. هلا regarding the symptoms and signs، في حد عنده أي سؤال؟ وضحناهم على الكيس. وبرجع بكرر the confirmation for the diagnosis عن طريق the colonoscope، مش عن طريق the lab data. بس حسبنا له الكرياتينين clearance طلع عنده 96.4، لأنه هو obese، the body mass index لإله 31.6. لما حسبنا له البرسنتج اوفر ايديال بودي ويت طلعت 28%، فاستخدمت الايديال بودي ويت ان ذا ايكويشن وطلع عندي الكرياتينين كليرنس 96.4. اوكي طب شو الريسك فاكتورز عند مريضي اللي خلت يكون في عنده اي بي دي؟ يلا شو الريسك فاكتورز؟ شو استخدم عشان يعمل alleviation للأبدومينال pain؟ أخذ NSAID. حكينا الأنسيد وسموكر. وكأنه كمان يشرب كحول. هو سموكر كمان. يس صح. الكحول ما إلها علاقة، يعني بالجايدلاين مش جايبين سيرة الكحول أبدا، بس أكيد الكحول هي بتخرب الجي آي تي ميكوزا، ف as counseling للمريض تكتب alcohol consumption. يعني إذا بدي أحكي عن الكونسلتيشن بدي أحكي له يوقف كحول حتى أوكي جنرالي والويكند، هاي لا يعني ممنوعة عشان ما يعمل زيادة، يعني ما يصير في عنده مثلا
ألسر بالستمك بسبب الكحول، أو مثلا ما يصير في عنده سيروسز، ليفر سيروسز بسبب الكحول، كونها تعتبر من الريسك فاكتورز للليفر سيروسز، عشان ما يصير في عنده أنذر بروبلمز ممكن، بس كريسك فاكتور الآي بي دي ما في عندي دوكيومنتيشن عليها. فصح زي ما حكيتي النابروكسين يعتبر من الريسك فاكتورز، ولازم ينعمل له كونسلنج عليه انه مش على كيفه هلا بده يصير ياخذ الانسيد، لازم يتقيد بادويه معينه. زي ما حكيتي كمان سموكر هو هي ماست كويت سموكينج، والسموكر السموكينج على فكره بمرضى الالسراتيف كولايتس يعتبر بروتكتيف، يعني شافوه انه بيحمي مرضى الالسراتيف كولايتس، بس اكيد ما رح نحكيهم روحوا دخنوا، ممكن ينعطوا نيكوتين باتشز. اوكي نيكوتين باتشز. طيب غير السموكينج والانسيد يوز، هو عنده فاميلي هيستوري وهو اوبيز، والاوتو اميون ديزيزز ان جنرال بيكونوا ماشيين بالفاميلي يعني، فممكن نعتبر الفاميلي هيستوري ريسك فاكتور للاي بي دي، وبرضه الاوبيزيتي تعتبر ريسك فاكتور للاي بي دي. اخر نيو انفورميشن احكي لكم اياها قبل ما نفوت بالتريتمنت، مرات كثير مهم اني اعرف شو بتوقع من مريضي at the time of presentation in new onset of the disease. كيف يعني شو متوقع من مريضي؟ هل مريضي survival rate إله عالي أو the prognosis عنده رح يكون good ولا رح يكون bad؟ تمام؟ طيب بناء على شو يعني؟ بناء على مجموعة من the risk factor إذا كانت موجودة معناته the mortality rate رح بتكون عند مريضي عالية. أوكي؟ طب يعني ما أعالجهم؟ لا بدي أعالجهم، بس رح يكون العلاج لإلهم more aggressive، more aggressive. هلا من أهم risk factors بتطلعوا على the age of first diagnosis، إذا يتشخص أول مرة على عمر أصغر من 30 سنة بالكرونز ديزيز وقتها المورتاليتي ريت بتكون عالية. الـ extent of inflammation يعني عنده أكثر من site of inflammation معناته البروغنوسيس رح يكون أسوأ والمورتاليتي ريت رح تكون أعلى. Perianal involvement برضو بيزيد عندي risk of mortality. Need for surgery أو مثلاً كان مشخص بكرونز ديزيز صار له فترة يعني بسيطة واضطر يعمل عملية، فوقتها المورتاليتي ريت بتكون كتير عالية عند هدول الأشخاص. برجع بحكي مش إنه ما نعالجهم، لا، العيون ده تكون فتح عليهم أكتر، بدنا نعطيهم مانجمنت يكون أجريسيف أكتر. بالنسبة لمريضنا إيش بنعتبره؟ low risk for mortality ولا high risk for mortality؟ عمره قد إيه حالياً؟ 32. عنده أكثر من site of inflammation؟ وين بس ال inflammation عنده؟ في ال small bowel. أو بس بالterminal ileum مظبوط. في عنده perianal involvement؟ لا. هل بيحتاج للسيرجري؟ برضه لا. أوكي؟ فمريضي رح نعتبره انه عنده low risk for mortality او poor prognosis. اوكي طيب مين يعطيني شو هو الدرج اوف تشويس بهذا المريض؟ يلا كيف بدي يتعالج؟ وين مكان الانفلاميشن؟ بالتيرمينال إيليوم. طيب سمول باول شو كان الدرج اوف تشويس؟ هل السلفازالازين او الكورتيكوستيرويد؟ الـ small bowel according to guideline نستخدم البوتازونايد. اوكي
معمول شير للكير بلان؟ اوكي. هلا مريضي عنده كرونز ديزيز، الدراج اوف تشويس راح يكون استخدام البودوتونايد، هو الايجنت اوف تشويس. في منه كنترول ريليز فورميليشن، بيعمل عندي سكريشن للايجنت بالتيرمينال ايليوم، فالريسك اوف سيستميك اكسبوجر راح بيكون كتير قليل، بس بالنهايه هو بضل كورتيكوستيرويد. هلا الجرعه راح بتكون 9 ملي جرام 24 hours. duration of treatment ممكن تكون ما بين شهر لشهرين على حسب استجابة مريضي للعلاج. برضو نفس فكرة انه هو ستيل كورتيكوستيرويد، فلما بدي اوقفه ما رح اوقفه فجأة، لازم توقيف الميديكيشن يكون شوي شوي، بننزله بنسبة 3 ملي جرام increment كل اسبوعين لاربع اسابيع، برضو على حسب استجابة مريضي. المهم انه duration of using البودازونايد ما تتجاوز ال 12 اسبوع. اوكي، هاي هي طريقة استخدام البودازونايد to treat the small bowel Crohn's disease. طيب انا البودازونايد شو الهدف من استخدامه؟ انه اعمل control over acute symptom اللي عند مريضي، اللي هي الابدومينال pain والدياريا، واعمل healing للميوكوزا، تمام؟ بما معناه اعمل ريزوليوشن للسيمتوم، انه مريضي يفوت بريميشن. طيب هل مريضي هو عنده كرونيك ديزيز، ما راح يطلع على دواء كرونيكلي عشان احافظ على الريميشن؟ هلا احنا امراضنا اللي كلنا بندرسها هي امراض كرونيك، امراض كرونيك صح، وكانت امراض الكرونيك يعني هيك في ادويه indefinitely حماية كنا نعطيهم secondary prevention، حسن من البروغنوسيز للديزيز. هلا يجولي المرضى اللي بيكونوا mild to moderate ولو risk for mortality، ما بنمشيهم على long term management. اوكي، ما بنمشيهم خلاص، وانس انه صار في عندي controlling over the symptoms بكفي البودازونايد 9 ملي جرام بالطريقه اللي شرحنا عنها كيف ياخذها، بشرط انه ايش يرجع يعمل اندوسكوب يعني خلال 6 ل 12 شهر عشان نتاكد انه ما رجعت الجي اي تي ميوكوزا ثارت اكثر يعني، ويرجع يشكي من السيمتومز مره ثانيه. او في عندي اوبشن تاني انه يضل ماشي على البودازونايد بس بجرعه 6 ملي جرام، اللي هي جرعه 6 ملي جرام تعتبر الجرعه المينتيننس اوف ريميشن، بشرط انه ما يتجاوز اخذ البودازونايد من 3 ل 6 اشهر. هاي الكومنت انا هون كاتبه فيها انه موضوع الريميشن مينتيننس اوف ريميشن كيف ممكن اتعامل مع مريضي. مريضي كونه مالت مدرت ولو ريسك اوف مورتاليتي، يجولي ما في داعي يمشي على لونج تيرم تريتمنت، بس بكفي انه نعطيه كونسلنج تيبس ريجاردينج اللايف ستايل موديفيكيشن، بشرط انه يعمل اندوسكوب خلال 6 ل 12 شهر. او ممكن انذر اوبشن انه يمشي على البيدازونايد 6 ملي جرام تقريبا من 3 ل 6 شهور، هذا الاستخدام بهاي الديوريشن ابروفد من الاف دي اي. هلا قلنا مريضي عنده كرونيك بروبلم يعني رح تأثر على حياته ورح يضل معه على طول، واحنا بدنا نحاول نطول مدة الريميشن، فلازم نعطيه كونسلنج تيبس كيف يغير من حياته عشان نتحكم بالمرض اكثر. اول اشي موضوع الانسيد لازم نعمل هايلايت عليه، وانه ما بيقدر يستخدم لا نابروكسين ولا اي ايجنت تاني من الانسيد. اذا كان في عنده بين بيقدر يستخدم الباراسيتامول، وكونه هو اوبيز برضو لازم يعني تلوز ويت ونعطي ويت مانجمنت بروجرام. بالنسبة لطبيعة أكله نسأل أكثر عنها، إذا كانت ما فيها فايبر يزيد الفايبر انتيك، برضو يزيد الفيزيكال اكتيفيتي، كونه هو برضو سيل ريبريزنتاتيف فممكن يكون هو ما عم بياخد كفايته من ساعات النوم
وممكن يكون دائما under stress لطبيعة شغله. فبرضه لازم نحكي له عن أهمية إنه ينام مثلا من 6 إلى 8 ساعات اليوم عشان to get control over the disease ونقلل فرصة الاكسيرفيشن، وبرضه to avoid psychological stress. وبالنسبة للأنتيبايوتيك إنه ما ياخدهم يعني OTC أو أي إشي يعني صار عنده infection ياخد هيك على رأسه أنتيبايوتيك، لأنه ممكن يصير في عنده exacerbation بسبب استخدام الأنتيبايوتيك. أوكي؟ يعني مرات الفارماكولوجيكال نون فارماكولوجيكال انترفنشن تايلورد للبيشنت لايف، مثلا زي sleep deprivation والسايكولوجيكال ستريس، نقولهم يعني انا ربطهم مع طبيعه شغله. هلا من الاشياء اللي برضو كثير مهم لازم نعمل لها تريتمنت اللي هي الهايبوكاليميا، منقدر نعطي أورال 20 ملي إكوابيلانت مرتين باليوم بشرط إنه يجي يفحص بوتاسيوم بعد أسبوع. تمام؟ لازم يفحص البوتاسيوم ليفل بعد أسبوع عشان ما بدنا إياه يفوت بهايبر كاليميا. هاي هيك بالنسبة للمانجمنت لهاد المريض. إذا بدنا نعرض التي آر بيز راح يكون مريض عنده كرونز ديزيز أنتريتد كونديشن، مريضي عنده أنيميا of chronic disease، بس لازم ناخذ يعني عينة مشان نشوف الفيريتين والساتوريشن للترانسفيرين ونشوف الفيتامين بي 12 والفيتامين دي. بس هو مريضي راح يكون ممكن يكون عنده ايرون ديفيشنسي أنيميا كون عنده بلاد. مريضي هو سموكر ولازم انه ياخذ نيكوتين باتشز ويكون عنده إرادة ويعمل نعمل له كونسلنج ريجاردينج البيهافير. مريضي عنده جلد هو كان untreated لأنه ما عم بياخد الأدوية، واللوراتيدين هو antihistamine بس ما بيشتغل على الجي اي تي receptors، وبرضه مريضي عنده hypokalemia. الفلوتيكازون ذكرناها إنه الدوزج ريجيمن مش مزبوطة لأنه عم بياخدها PRN، وإحنا وضحنا كتير شو هم الدوزج ريجيمن parameter اللي هي root, dose, frequency and duration. بالنسبة للنابريكسن كان أنسيف بالنسبة لهذا المريض أكيد لأنه هو مريض كرونز، ففي عندي contraindication of use of أنسيد بالنسبة لمرض مريضي. وآخر إشي أكيد نعمل له consultation regarding his new disease بالطريقة اللي حكيت لكم إياها عشان نحافظ أو نحصل على control over the disease بشكل سريع. وآخر إشي diagnostic tools اللي هم أشياء لها علاقة بالأنيميا. في حد عنده أي سؤال؟ Any question؟ طيب هلا يوم السبت الساعة 10 المساء رح يكون في عندكم كويز، على الأغلب رح يكون على مايكروسوفت تيمز بالآي بي دي. تمام؟ 10 المساء يوم السبت بنكون أفطرنا، رمضان كريم، كل عام وانتم بخير، وساعة 10 يعني المفروض ما في حدا عنده أي إشي. يعني إشي خلينا نحكي أنا قدرت موضوع رمضان صراحة، بنكون أفطرنا وارتحنا والأمور تمام، فبناخد كويز هيك على السريع وإن شاء الله تترصد علاماته من ضمن الأسسمنت. فهذا هو كان أنسب وقت.